شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآن إلى عالم السؤال والجواب في برنامج خاتم سليمان. أنا خاتم سليمان، أنا خاتم سليمان بالصحة والهنا إن شاء الله، والجزائر تاعنا تتنصر، وليداتها ثاني كيف إن شاء الله يا رب. هذا ما نطلب والله يعطيك، يعني ما نلقاو في هذا الشهر الكريم إلا أننا ندعو لبلدنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. جاوبنا الهدية يا شاطر هات البرهان، والكل من فكر شوية. يا رب انصرنا على العديان، يا رب انصرنا على العديان وتبقى الجزائر ديما محمية. يا رب احفظنا بجاه القرآن وسنة سيدنا محمد خاتم الأنبياء، يرحم شهدائنا اللي ماتوا على الإيمان وخلونا نعموا بهذه الحرية. يربح خاتم في الميدان ويستمع عليه أحلى غنية، يربح خاتم في الميدان ويستمع عليه أحلى غنية. احنا كما نقول ما عندنا حتى حاجة بخلاف الجزائر اللي ضحينا عليها، صح، ورانا نشوفوا شغل شبابنا ربي يهديهم إن شاء الله. لا ان شاء الله مع ذلك فيه شباب جزائريين اللي واقفين على الجزائر. كاينين ان شاء الله ولدي، كاينين عمرهم ما نطيحوا ان شاء الله، ديما واقفين. قليلا ما نلقاو واحد جزائري لابس صنع في الجزائر، وعلاش؟ انا جزائري، لباس جزائري. لباسك جزائري هذا مصنوع هنا؟ نلبس انا بزاف حاجة كلاسيك. سؤالنا في حلقة اليوم من البرنامج، من هو أول من ابتكر ووضع عبارة صنع في made in؟ made in على ما أعتقد لو ربما أندونيسيا، أظن اليابان، جبل بيتراين. نتعرفوا عليك الاسم الكريم؟ الأخضر. سي الأخضر منا من العاصمة؟ نعم. وش هي المهنة نتاعك الأخضر؟ تفصيل ملابس. تفصيل ملابس انت هو اللي نحوسوا عليك اليوم. لقيتوني هنا. الملابس نتاعك يا سي الاخضر جزائريه ولا اجنبيه؟ جزائري. ترك خياط، معناها انت اللي تخيط الروح؟ لا لا لا، كان نوعيه وكاين المهنة. يعني كاين ملابس واجده جاهزه يعني؟ هو غير القماش اللي من الخارج. القماش فقط؟ قماش برك، ما هي يكذبوا عليك يقول لك باللي متورد، قماش برك. بكري نها كنا هنا كانت سوني تاكس، انا سوني تاكس هذه المؤسسة الصناعات النسيجيه زمان. هي زمان كنا نخدموها. اذا انت الملابس اللي تخدمها ملابس نسائيه ولا رجاليه؟ رجاليه. انت مختص في الملابس؟ مختص في الرجال. مثلا لو نخدم عندك كوستيم شحال يسقام لي؟ يقام 5 ملايين. حتى ال 5 ملايين؟ حتى 5 ملايين. مالا نروح نشريه جديد اقل يجيني اقل؟ يجيني يقول تاع لاماتير بوليستير نوعيه نيلو سنتيتيك، يعني كي تشريه جو طابل يعني تغسله مره راح؟ لا راح خلاص يجي يمرضك. صح. سنتيتيك. احنا نستغلوا يا سي الاخضر فرصه وجودك معنا، كل الملابس تلقى فيها ولا السلع تلقى فيها صنع في ميد ان، هذه شكون هو البلاد اللي جاب هذا لماك ديبوزي؟ هي جاب دار بيتراين. شكون هما؟ ايطاليا. دانا ودانا ودانا علم جا، رامي هذا الفيستا هذه صنعت في الجزائر؟ لا مش في الجزائر. ها وين؟ والله في إيطاليا ولا في تركيا؟ في تركيا على ما أظن. في تركيا. لباس التركي صار منتشر، الإنتاج التركي نقصد يعني صار منتشر كثير. كيف تشوف الأسعار تاع الملابس التركية في الجزائر؟ والله معقولة نوعا ما. معقولة؟ ماشي بالمقارنة ماشي مع الملابس الفرنسية مثلا؟ إيه أقل ثمن شوية من الملابس الفرنسية ولا والنوعية؟ إيه والنوعية ثانية. مجرى ثاني كيف؟ صنع في تركيا. تركيا تركيا. قليلا ما نلقى واحد جزائري لابس صنع في الجزائر، وعلاش؟ ممكن الانتاج الجزائري محدود او نوعيه يعني ولا كاليتي ثاني ما ناقصه مكان ما كان يعني ما تلبيش الرغبه تاع
تاع المستهلك. شكيب ورامي نموذج للشباب الجزائري كما كل البلدان العربية، ماشي غير في الجزائر، تروح لكل البلدان العربية بلا استثناء كلهم يشروا ملابس أجنبية. تروح مثلا السعودية، تروح لمصر، تروح لتونس، الشباب كلهم رايحين للملابس الأجنبية رغم تشجيعنا لعبارة صنع في الجزائر يعني. وسؤالنا في حلقة اليوم من البرنامج يا رامي، من هو البلد اللي حط عبارة صنع فيه؟ كيف نوصل لك يا خاتم سليمان؟ قل لنا سرك يا لولو ومرجان. تعرفوا عليك الاسم الكريم؟ معك جلال مشروك من ولاية سطيف، بتحديد بني ورتيلان. جلال سي بني ورتيلان. بني ورتيلان منطقة أمازيغية يعني. نعم منطقة أمازيغية. نعم تكلمون اللغة الأمازيغية لأنها في حدود مع ولاية بجاية. قبائل الصغرى ولا الكبرى أنتم؟ داخلين في القبائل، هم صنفونا في القبائل الصغرى ولكن هي لصقة في القبائل الكبرى لأن في الحدود مع ولاية بجاية كلها. طيب جلال، عندكم علماء كبار في المنطقة نتاعكم، من الأسماء اللي تذكرها في بني ورتيلان؟ المعروف الشيخ العلامة الشيخ الفضيل الورتيلاني. الفضيل، الشيخ الفضيل الورتيلاني واحد من الأعلام نتاع المنطقة. نعم. عندكم زوايا للتعليم الديني القرآني؟ نعم موجودة. هناك زوايا موجودة لحد الآن يعني. هناك زوايا يقومون بتدريس القرآن الكريم وعلوم لكل الدين الفئات وعلوم الدين لكل فئات، من بداية من الفئات الصغرى يعني حتى 5 سنين ويبدأوا يقرأوا ما في الزوايا. وطبعا هذه المنطقة مثل كل المناطق الجزائرية الشباب عادة ما يلبسوا ملابس أجنبية. نعم. الشباب الجزائري أغلبه يا جلال يروح الملابس الأجنبية، علاش؟ لأنه يعتمد على الجودة، الجودة فيه هي في الملابس الأجنبية، أما الملابس المحلية فهي نوعا ما ليست فيها جودة عالية. ولا صح، أنت لباس كذا أجنبي؟ لباس أجنبي كله. وعلاش ما تشريش ملابس جزائرية؟ يعني هل من ناحية السعر ولا من ناحية الموضة يعني؟ سواء السعر أو من الموضة، لأنه هناك يعني هنا حتى المصانع هي مصانع حتى وإن كانت جزائرية ولكنها ملابس والقماش وأي حاجة هي من صنع يعني أوروبي أو أجنبي. أوروبي. ويل لأمة تأكل مما لا تنتج وتلبس ما لا تصنع ما لا تنسج. ما لا تنسج يعني هذه الحكمة الشهيرة. مع الأسف الأمة كلها العربية والأمة الإسلامية لا تنتج شيئا يعني. لا تنتج في رأيك علاش؟ يعني النقص في هذا المجال في راجع لي يعني اليد العاملة غير موجودة وأيضا مؤهلة يعني غير، ولكن حتى الوسائل غير متوفرة في البلدان العربية خصوصا لأننا نعتمد على البترول كثيرا وعلى المنتوج الموارد الجاهزة يعني المواد الجاهزة. عبارة صنع في made in، من هو أول بلد اللي ابتكر هذه العبارة؟ made in على ما أعتقد لو ربما أندونيسيا لأنها تحبذ أن تفتخر بمنتوجها. بلد متطور يعني. بلد متطور. تعرفوا عليك الاسم الكريم؟ أنيسة أبو عزة من تيزي وزو. أنيسة أبو عزة سيتيزي. سيتيزيا. سنتو فيز تقبيلي. بيان سيغ. دع تقبيلي. الله يبارك. يبارك فيك. أنيسة أنت في أي ميدان؟ جيوغرافي أمينجمون دو تيريتوار أون دوزيام أني هنا في باب زوار. و مستقبل مسارك الدراسي يعني واش تتمناي في المستقبل؟ واش نتمنى؟ نكون ان شاء الله منشطه وجورناليست. هل الاعلام والتنشيط هذا موهبه هوايه ولا دراسه في رايك؟ يعني انا موهب الاعلام هي موهبه. ملي كنت صغيره نتمنى باش نكون اعلاميه ان شاء الله، وثانيك هو حب ايضا في هذه يعني. تقريبا اغلب الاعلاميين في العالم مش غير في الجزائر كلهم تلقاه ما عندهمش علاقة بمجال الإعلام، تلقاه موهوب يعني ربي أعطاه هواية في المجال فقط. وطبعا تنمية الموهبة نتاعك باش تدخلي للميدان لازمك تقرأي، لازمك تطالعي، لازمك تشاهدي القنوات. أنت الهواية تاعك في الكتابة الصحفية أم في التقديم أم في؟ هوايتي هي في التقديم. كاش ما شاركتي مثلا في الجامعة في تنشيط أمسيات مثلا؟ نعم أنشط في الإقامة الجامعية. مهم، هذا مهم. الإنسان اللي عنده موهبة وهواية في شيء لازم يمارسها. أكيد. وإلا ما يقدرش يروح بعيد. نعم. أكيد. أنيسة أنت معنا في برنامج خاتم سليمان في حلقة اليوم، نعطوك هذا الخاتم طبعا راح يبقى عندك إذا أجبتي إجابة صحيحة. اللباس تاعك جزائري ولا أجنبي؟ أجنبي. كله أجنبي؟ كله أجنبي. طيب لما نروحوا للسبب، وش هو اللي خليك تشري ملابس أجنبية أنيسة؟ من حيث النوعية والجودة يا أخي. القماش نفسه ولا لا؟
ولا ماشي في القماش، ماشي في النسيج أحياناً. أنيسة، سؤالنا في حلقة اليوم من البرنامج عبارة صنع في، اللي مكتوبة في الجيليتاك صنع في فرنسا، عبارة صنع في، من هو أول بلد اللي استعمل هذه العبارة، اللي اخترع ابتكر هذه العبارة؟ أظن اليابان. لا 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 لا. خير الدين منين يا الجزائر العاصمة؟ من الجزائر العاصمة. رئيس حميدو. خير الدين من رئيس حميدو. في الجزائر العاصمة هل هناك لباس تقليدي عاصمي خاص يعني؟ نعم، في اللي احنا عندنا بلوتشونغاي. بلوتشونغاي هذا مستورد من شونغاي يعني. من الصين. من الصين. من من القصب. هذا لا، هذا خصوصا بسبب الصيادين. الصيادين اصحاب المناطق الساحليه. رئيس شكون هو الفنان اللي معروف به كثير؟ الفنان اللي معروف يلبسوا دائما بلوتشونغاي. دحمان الحراشي. الله يرحمه. دحمان الحراشي. تسمع دحمان الحراشي؟ نسمع قليلا. ماشي لو تحب نسمع لك دحمان. واش تحب نسمعه لك يا سيدي؟ واحد منكم جلل وراه يغني لنا دحمان. خير الدين، انت لباسك هذا جزائري ولا اجنبي؟ انا جزائري. انت جزائري؟ بس انا جزائري. لباس جزائري. لباسك جزائري. جزائري. هذا مصنوع هنا. نلبس انا بزاف حاجه كلاسيك. الثاني ها من هنا من. واش هو الفرق بين اللباس المستورد وهذا اللباس الجزائري؟ اللباس المستورد هاي قمجه مليحه. هذه جزائريه. هذا قميص جزائري. هاك تشوف، كي تشوفها تقول جايه من الخارج ولا لا؟ صح. خير الدين، من هو أول من وضع عبارة صنع في؟ على حسب الثقافة تاعي والثقافة القليلة أنه أول شخص وضع هذه هو من جنسية بريطانية يدعى روبن ديمور. وعلاش؟ سؤال، وعلاش دار صنع في؟ واش كتب صنع في؟ صنع في إنجلترا. في بريطانيا. بريطانيا، ماد إن بريطانيا، هو أول وهو يدعى روبن ديمور. احنا ما يهمناش اسم القدر، ما يهمنا واش كتب. كتب صنع في بريطانيا. بريطانيا على لانه جاء خارج، لانه المصنع، لانه في بريطانيا على حسب واش اظن انه يتم كي تشوف المنتجات البريطانيه تعتمد على المنتوج المحلي. فلربما انه ما كاش فلربما ما كاش منتوجات اخرى يتم تداولها في السوق البريطانيه، فلذلك كتبوا صنع في بريطانيا. نعم. يا ملك شكلك هيبة وسلطان، أكيد من حقك نلبس ونستان. نتعرف عليك الاسم الكريم؟ أخ توفيق من حسين داي. توفيق، ويل لأمة تأكل مما لا تنتج وتلبس ما لا تنسج. خليل جبران. خليل إيه جبران. خليل جبران، هذه الحكمة الشهيرة. للأسف البلدان العربية والإسلامية كلها لا تنتج شيئا يعني. في رأيك وعلاش؟ والله لأن الموجود قالك الحاجة أم الاختراع. إحنا لقينا كلش موجود يعني، كلش جاهز نشره. ما لو كان مثلا ماكاش كنا نصنعه من ماكاش. في كل السلع في العالم تلقى عبارة صنع في، ميد إن. نعم. سؤالنا في حلقة اليوم من البرنامج، من هو أول من ابتكر ووضع عبارة صنع في، ميد إن؟ هو إنجليزي. والسبب إنجليزي. نعم. قالها لنا. نعم. ذكرني بالاسم. نعم. خير الدين. نعم، هو إنجليزي والغرض منها لأنهم كانت اكتسحت السلع الألمانية بقوة. أيوة. في إنجلترا. صح. ولهذا رغموه باش يكتبوا ماد إن جرماني. صح. باش يكون عندهم الاختيار بين يستهلكوا إنجليزي أو ألماني. في البداية كان الإنجليز وضعوا عبارة ميد إن جرماني صنع في ألمانيا. نعم. وعلاش؟ باش الشعب البريطاني ما يشريش الملابس الألمانية، عندهم حساسية. أيوة. باش لما يشوف، هو كانوا يعتقد، الحكومة البريطانية كانت تعتقد أن وضع عبارة صنع في ألمانيا تخلي الناس يهربوا من السلع الموجودة في ألمانيا. نعم. ويروحوا للصناعة المحلية، لكن اتضح أنه العكس، الإنجليز كلهم راحوا لشراء السلع الألمانية. كل ممنوع مرغوب فيه وكل كل ممنوع مرغوب. في أي سنة هذا؟ 1890 على ما أظن. في 1876 ظهرت عبارة صنع في ألمانيا. نعم. ميد إن جيرماني من طرف الإنجليز باش يبعدوا الناس على شراء السلع الألمانية، لكن صار العكس، أنه كل الناس صاروا يشروا الملابس الألمانية. نعم. في 1890 صار العالم كله يتداول هذه العبارة صنع في، وصارت كل البلدان صنع في فرنسا، صنع في بريطانيا، صنع في
انطلاقا من هذه الفكرة الإنجليزية صنع في ألمانيا made in Germany اللي كانت سنة 1870. في 1890 تعمم هذا المصطلح إلى كل بلدان العالم. توفيق مبروك عليك خاتم سليمان. شكرا. خاتم من يد سليمان ونغمة جيتار داود. خاتم من يد سليمان ونغمة جيتار داود. نهدي هذه الهدية القيمة يعني عندها ميزة خاصة لعائلتي الكبيرة والصغيرة ولكل أحبابي وناس شيكاغو. توفيق رمضان كريم كل عام وأنت بخير. شكرا. والله نفتخر بحضورك والله ما شاء الله. الله يبارك فيك والله ما شاء الله.